طب يا جدعان، في خلال الفيديو النهارده ان شاء الله هنحلل فيلم انكريدبل هالك، وبلاش ان احنا نطول ولا نبدأ الفيديو. وفي البداية لازم اقول له تنبيه اللي هيتقال في كل فيديو من الفيديوهات بتاعت السلسلة الجديدة. كل الافلام اللي هنحللها هنا في القناة هي الافلام بتاعت شخصيات عالم مارفل، سواء من عالم الام سي يو او من اي شركة تانية، سواء شركة فوكس او يونيفرسال او غيره. وهدف السلسلة دي ان انا اكشف لك اهم الايستر ايجز والخفايا اللي كانت موجودة في خلال كل فيلم من دول. ولكن انا بالنسبة لي والله هلخص ولا هشرح المواقف اللي كانت موجودة، لان الافلام دي هي موجودة اونلاين وممكن ان انت تتفرج عليها بسهولة. ولحد ما برضو ممكن التفاصيل اللي انا هذكرها دي ممكن تمهد لفيلم افنجرز سيكريت وورز. عندنا في بداية الفيلم اول لقطه للجنرال روز بتبقى ليه وهو بيصرخ، وبيبقى موجود على ايده فيه كميه دم كتيره جدا واللي هو باللون الاحمر. هي تفصيله صغيره ايوه، بس ده كان تلميح على ان الممثل ده هيلعب الدور بتاع جنرال روز اللي هو ريد هالك. وزي ما عرفنا المفروض كان هيظهر من زمان جدا، ولكن الموضوع ده كان عمال بيتاجل، ودلوقتي بشكل رسمي هيظهر في خلال فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد. والكلام ده هو كلام رسمي. بنشوف ان هي الشخصيه بتاعت ايميل بلونسكي اللي هو ابومنيشن، لما بيجي عشان ياخد المصل بتاع السوبر سولجر بيظهر في مشهد وهو بيجري جنب بقيه الافراد بتوع الجيش من غير ما هو ما يتعب ولا ينهج. وده كان يعتبر ريفرنس على نفس المشهد اللي مارفل برضو قررته في خلال فيلم كابتن امريكا سيفل وور، لما كابتن امريكا كان بيجري ورا باكي وورا برضو بلاك بانثر غير ما الثلاثه ما ينهجوا. وده لان وقتها الثلاثه كانوا واخدين السوبر سولجر سيروم، ما عدا بلاك بانثر اللي كان واخد حاجه تانية اشبه ليها. والمشهد برضو كرر تاني في خلال فيلم افنجرز انفينيتي وور، وده لما ستيف كان بيجري جنب بلاك بانثر. بنشوف ان هو جنرال روز بيدي للافراد بتوع الجيش بتاعه السلاح بتاع الترددات اللي باسم سونيك كانون، وعلى حسب الاحداث بتاعت الفيلم هو بياخد السلاح ده من ستارك اندستريز او من صناعات ستارك، وده هو نفس السلاح بتاع سونيك كانون اللي رودي برضو استخدمه في خلال فيلم كابتن امريكا سيفل وور، وكذلك برضو توني ستارك استخدمه ضد باكي، ونفس السلاح برضو ظهر تاني في خلال مسلسل شي هولك، وكمان برضو شفناه تاني في الدرونز اللي كانت موجوده في خلال فيلم سبايدر مان فار فروم هوم. بنشوف ان هو بروس بانر لما بيروح لبيت روز في الجامعه بتاعت كولفر، لما بنشوف ان هم الجنود مستنيينه هناك، وبعد كده بنشوف المواجهه بتاعت هالك ضد الجيش. بنشوف ان المشهد ده كله بيتلمح عليه في خلال فيلم ايرون مان 2، لان وقتها كانوا بيتكلموا عن مشاكل اللي هالك عملها هناك في الجامعه. بنشوف ان هو في الفاينل باتل بين هالك وبين ابومنيشن، ان هو هالك بيتضرب من ابومنيشن في صدره وصدره بالفعل بيتفتح، ونفس المكان ده بنلاقيه ان هو برده معلم تاني في خلال الاعمال اللي بتنزل بعد كده، واللي منهم الفيلم بتاع ثور راجناروك، واللي بيوضح فيه ان هو لسه ما زال عنده الاثر بتاع الطعنه. بنلاحظ برده ان هو كان في مشهد محذوف من الفيلم، وبنلاقي فيه ان هو بروس بانر كان بيحاول ان هو يموت نفسه، ولكن هالك هو اللي بيمسك المسدس وبعد كده هو بيدمره. المشهد ده هو المفروض كان في نهايه الفيلم او كان هيكون هو البوست كريت سين، ولكن على العموم ظهر في خلال المشهد ده سريعا الدرع بتاع كابتن امريكا، وكمان برضو الجثه بتاعته وهو متجمد. نفس المشهد ده اتلمح عليه في خلال فيلم افنجرز 2012، وكان هيعتبر هو برضو تمهيد لظهور كابتن امريكا في خلال عالم الام سي يو. بنشوف ان هو بروس بانر لما بيدخل على الكمبيوتر اللي موجود هناك في الجامعه بيظهر قدامه شخص وهو عمال بياكل بيتزا، وزي ما بنشوف ان الشخص ده هو نفس الشخص اللي ظهر في خلال فيلم سبايدر مان هوم كومينج، وكمان برضو في بقيه الثلاثيه بتاعه توم هولاند. والشخص ده هو مستر هيرينجتون، واللي هو بيدرس لبيتر جوه المدرسه بتاعه الثانوي، وزي ما اتاكد بشكل رسمي وكمان برضو من كيفن فاجي ان هو ده يعتبر هو نفس الممثل للعب الدور، فده ولا يعتبر ريكاست ولا ده يعتبر تغيير ادوار ولا الكلام ده كله. في نقطه تانية برضو بتخص فيلم انكريدبل هالك وبتخص فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد. النقطه دي اتذكرت في التسريبات اللي كانت عماله بتنزل بخصوص فيلم كابتن امريكا 4، على حسب ما اتذكر ان هو ظهور الشخصيه بتاعت ليف تايلور اللي هي الشخصيه بتاعت بيتي روس جوه فيلم انكريدبل هالك، ورجوعها تاني برضو بنفس الدور بتاعها في خلال فيلم كابتن امريكا بريف نيو وورلد هو يعتبر ريفرنس على ظهور الشخصيه بتاعت ريد شي هالك، وده لان جوه الفيلم هنلاقي انه ريد هالك بنفسه هيظهر. فبنفس الطريقه هنلاقي برضو ان بنته هتكون هي ريد شي هالك. عندنا بعد كده المشهد بتاع هالك لما هو بيضرب ابومنيشن، وبعد كده بنلاقي ان هو بيخرج من بقه الضرس اللي هو اتكسر. نفس المشهد ده يعتبر هو اتكرر تاني في خلال فيلم افنجرز ايج اوف الترون، وده لما توني ستارك بيضرب هالك لحد لما بيخرج الضرس اللي بيتكسر في بقه. بنشوف المشهد بتاع ايميل بلونسكي لما هو بيبقى موجود بره المكتب بتاع جنرال روس، بتظهر على الشمال الرسمه بتاعت شخصيه ستيف روجرز او كابتن امريكا، اللي هو بالمناسبه برضه جوه الاحداث بتاعت الفيلم بيجيب المصل بتاعه اللي هو خده زمان، واللي هو المصل بتاع السوبر سولجر سيروم، عشان يخلق الشخصيه بتاعت ابومنيشن من الشخصيه بتاعت ايميل بنونسكي، وده يعتبر تلميح بسيط على انه لسه مهووس بالشخصيه بتاعت كابتن امريكا. نشوف في خلال المشهد بتاع هالك لما هو بيرمي الصخره اللي بتبقى موجوده جنبه ان هو بيظهر على اليمين في شيء كده بيقع من السماء، وهنا في ناس كتير كانت عماله بتقول انه في نفس اللحظه دي وقعت الميونير بتاعت ثور، واللي هي كانت موجوده في الاحداث بتاعت الجزء الاول من الفيلم، وهنا في ناس اكدت النقطه دي وفي ناس ثانيه نفتها. سواء في حاله التاكيد او النفي، انت في الحالتين عرفت ان هي النقطه دي كانت موجوده جوه الفيلم. عندنا في بدايه الفيلم بنلاقي انه جنرال روس بيذكر نقطه غريبه، لكن في نفس الوقت هي نقطة
نقطة حلوة برضو وليها علاقة بالكلام اللي قلته في فيلم ايرون مان الجزء الاول اللي بيتقال هنا من الجنرال روس لما هو بيكلم الجيش، لما برضو بيوجه الكلام اكتر للشخصية بتاعت ايميل بولونسكي على المهمة بتاعته لما هو يقبض على بروس بانر. نسمعه بيوجه له كلامه بيقوله ان هي الشخصية دي اللي هو يعتبر هالك وهاجم ناس، والناس دي كان منهم 2 صيادين من كندا، وده ممكن يكون تلميح كده بطريقة ما على الشخصية بتاعت وولفرين والشخصية بتاعت ديدبول، او الشخصية بتاعت وولفرين والشخصية بتاعت سيبرتوس، وده لان على حسب الافلام بتاعت الاكس مان وعلى حسب الكوميكس احنا عندنا ديدبول والشخصية بتاعت وولفرين والشخصية بتاعت سيبرتوس، الشخصيات دي هتعتبر شخصيات صيادين. جوه الكوميكس كان في بالفعل مواجهة بين هالك وبين وولفرين اللي بنسبة كبيرة شركة مارفل هتعملها في العالم بتاع الام سي يو، وعلاقتها بالفيلم بتاع ايرون مان الجزء الاول او بالبوست كريت سين تحديدا ان هو كان على حسب المشاهد المحذوفة من الفيلم المفروض انه كان هيتم التلميح على الشخصيات القديمة، ولزي ما قلت هيكون منهم توبي ماجواير والشخصيات بتاعة الاكس مان القديمة والفانتاستيك فور القدام. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش، وتأكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول، وعندك حسابات السوشيال ميديا موجودة تحت في الديسكريبشن وظاهرة قدامك دلوقتي على الشاشة ممكن انت تتابعني عليها، ولو عندك اي رأي اكتبه لي تحت في التعليقات كده كده برد على الكل، واشوفكم المرة الجاية وبيس.